نقول وبإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. نحن لا نقاتل بكثرة ولا نقاتل بعتاد بقدر ما نقاتل بإيمان، فالإيمان هو الذي يحقق النصر. ولذلك نطلب من المجاهدين قاطبة أن يتحلوا بصفات الإيمان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية. يقول سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولئك هم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. بهذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة القرآنية الكريمة التي تحلى بها أصحاب بدر، المعركة الكبرى التي كانت الفيصل بين الحق والباطل، هذه أصحابها كانوا ممن يخشون الله سبحانه وتعالى وممن يتصفون بصفات الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة عليهم وثبت أقدامهم وربط على قلوبهم بالإيمان، وأيضا أنزل معهم ملائكة من السماء كما يقول سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هؤلاء القوم شاقوا الله وعادوا الله وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا الإسلام، وجاءونا من كل حدب وصوب يريدون إفساد العباد وتدمير البلاد. ولذلك أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أولا أن يعيننا على هؤلاء المفسدين، وأطلب من أخوة المجاهدين الثبات والإيمان الإيمان حتى ندحر هؤلاء المغول الجدد والتتار الجدد الذين ما وعوا أننا ما كنا يوما لنسمح لأحد أن يطأ أرض هذه البلاد المعززة المكرمة، أرض الإسلام، أرض التوحيد، أرض الإيمان. لن نترك أحدا يفسدها، ونحن لهم بالمرصاد إن شاء الله.